الله يا عم، من ظلمك يا أبا عبد الله. شايف كيف؟ يا ويلة شحار، هات لهم فضيلة بشي غطا بالشغلة يا خدمة. ليه مشيت على الشلاء؟ الحمد لله، الأول الحمد لله. هذه ده بس راجل الشباب والله، مثل حاكم عطش عليهم واللي هبله. هنا هنا طلع والله. خلص تحت هذه العقل هاي انت وياه. شو اهلا شو تبغى بعد ماي؟ ما خلص شربت تشرب الشبع؟ تعال تعال تخلص يا بعد بالري شوي. شو تعبك بيه لك هلا؟ تعال هبل من يا بعد. طب شو بدي طعميك؟ والله في الشيء الله. ما انا شيء اتكل بعد؟ خلاص هلا اطلع، روح اطلع بالبكاب.